الاهلي يتقدم على بتروجيت بهدف مبكر لمحمد مجدي قفشه في شوط ما شفناش فيه كتير، شوط متواضع فنيا، شوط ما شفناش فيه غير جول قفشه وتسديده من طاهر محمد طاهر، ودخل بتروجيت في اجواء المباراه وشفنا ركله جزاء مهدره تمكن محمد الشناوي من انقاذها في اخر الشوط الاول. هو ده ملخص الشوط الاول بالكامل. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف راي محللنا الكبار في احداث الشوط الاول. انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم للنادي الاهلي ولكن شوط ضعيف فنيا. لا هو في 300 علامه استفهام يعني. تريت ماتش وبتباص الكوره والاطراف بتاعتك قاعده نص الملعب موجوده وبيحاولوا يعملوا جمله وبيحاولوا يخشوا جوه منطقه جزاء الخصم وكل حاجه. استلمت كوره جوه ال 18 نفذتها كويس قوي. جول كويس. جول حلو قوي. انا قبل ما اقول لك احنا هنكسب 4-5 عشان كنت مستني الجون ده اللي هو بتاع اول 7 دقايق ده ولا اول 3 دقايق ده. أيوه. قلت بس، والفرقه الثانيه بتضحك ومبسوطه ومستسلمه للامر الواقع. ايه حكايه الدربكه اللي انت فيها دي؟ وايه حكايه الكره تجي لك تروح لعبها لورا؟ ايه حكايه القلق النفسي اللي انت فيه ده؟ ايه حكايه الاهتزاز اللي موجود في خط الدفاع بتاعك اللي هو مازال بتدخل اللعيبه لغايه عندك، بتجيبهم لغايه عندك، فرقه مش قادره تعدي، ده الفرقه دي بعد 5 دقايق من الشوط الثاني كلهم هيجي لهم شد. انا بقول لك اهو. هيقعوا على المستوى البدني. كلهم هيجي لهم شد، واللي هيجي له كرامب واللي هيجي له. انت ايه، انت ايه اللي بتعمله في نفسك يعني ليه؟ دي الكوره اسهل من كده بكتير قوي، وانت عندك كوره واسرع وكل حاجه. انت بتعمل حاجه غير اللي احنا عارفينها عنك. انت بتأدي اداء غير خالص. في حاجه مش مظبوطه في تفكير التنفيذ. يعني لعيبه مش لعيبه عايزه الكره توكبها والتانيين يغلطوا فيدوها لهم، فنعمل نشوف قفشه فين بيتحرك ازاي وحسين الشحات بيروح هنا او بيجي من هنا او ده. ما فيش السوبر رانر اللي في ال 18 2 3 مع شريف. شريف بيطلع بيعمل الكره بدماغه، ما فيش واحد جنبه هنا ولا واحد جنبه هنا. امال انت هتهجم على 4 3 3 و 4 4 2 امتى؟ و 4 3 4 امتى؟ ولا 3 4 3 امتى؟ ما كانش كنت هتعمل ده في ماتش زي ده. في حاله اهتزاز لسه موجوده في الفرقه. فربنا يسهل النهارده ونغطي الجول ده باذن الله، ولا انا ان شاء الله شأني تاني باذن الله. ان شاء الله. كابتن اسامه، تقدم منطقي ولكن الاداء لم يكن على المستوى المطلوب. بالعكس، ده الشوط الاولاني بتاع سموحه اللي فات كان افضل من سرعه الاداء، من خلق الفرص، من التحركات. باستثناء طبعا التمركز الخاطئ اللي كان بيبقى ورا اللي كلفنا الاهداف. النهارده قلنا في دوافع جديده، في مدير فني جديد قاعد على الخط. صحيح هو مش هيبقى متدخل تماما ولسه بدري، لكن وجوده ده بيدي دوافع وبيدي حماس. الحاجه الثانيه، الهزيمه اللي فاتت بتدي حماس ودوافع، لان معروف كان يقول لك اي فرقه يعني تترعب من الاهلي لو مغلوب الماتش اللي قبليه. انت جبت جون بدري زي ما كابتن شريف قال، مفيش احلى من كده. جون حلو جدا، استلام هايل من قفشه جوه ال 18 وحطها في البعيده في الدقيقه 8. انا بصراحه قلت نفس الكلام اللي انا قلته. أيوة. ان هيبقى السيناريو الاهداف جاي. صحيح. والاداء وكده. ما تعرفش هل هو اطمئنان للمكسب ان الفرقه يعني جابوا جون بدري في هدوء خالص، بطء، تمرير سيء، الاجنب مش شغاله خالص، علي معلول ومحمد هاني عكس الماتش اللي فات من هاني في النص ساعه الاولانيه، معلول مش بيطلع خالص ولا في زياده عنده في الاطراف ولا في الكرات العرضيه ولا حاجه. نفس الشيء طاهر وحسين، ما تحسش حتى شريف ما مش ما فيش تواجد كده. ما فانت طمعت فرقه بتروجيت. انا شيء انا احساسي وانا بتفرج على فرقه بتروجيت، فرقه جايه تادي يعني ايه، تقول انا موجوده، انا نزلت الدوري، فالناس مبسوطه ان ماتش متذاع ليها بعد فتره وبيستعدوا للموسم الجديد. انت ابتديت اخر 10 دقائق تدخلهم وتجرأهم. يعني ابتدى رشاد متولي ده وفيليكس ويبتدوا يضغطوا على اللعيبه ويخشوا جوه ال 18 لغايه ضربه الجزاء اللي برده ملهاش اي معنى. الراجل وشه لملعبه
وعلى ال 18 بنالتي ملوش دعوه الحمد لله ان اتصد. ف اكيد هيحصل تغييرات، الاداء هيتحسن، بس انا برضو ما زلت مصمم ان النادي الاهلي يقدر يكسب بسهوله جونين ثلاثه يعني. صحيح. فربنا يسهل الشوط الثاني باذن الله رب. كابتن عادل، ايه اللي حصل بعد تقدم النادي الاهلي بالجول الاول؟ يعني اطمئنان للنتيجه مثلا؟ يعني هو اولا لما جبنا الجون الاولاني المفترض ان بتروجيت هيفتح خطوط ملعبه، لو النادي الاهلي كان ضغط ولعب كرته العاديه كان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه، ولكن تحس في تراخي شويه. بص يا كابتن، ما فيش شك ان الفرقه بتمر بظروف بدنيه استثنائيه، محتاجه اعاده صياغه بدنيه، بمعنى انه بتبص تلاقي الحته بتاعت الضغط بتاعت اللاعبين بتاعتنا ما بتكملش بصوره كويسه قوي، والريتم اللعب بيبقى متغير، ساعات يعلى وساعات يقل سرعه الاداء. اتكلم على سرعه الاداء في اللعب من قله البدني عند اللاعبين، مش جميع اللاعبين، اللي هو في بعضهم انفت، وقلنا دي الكلام ده كتير، وفي بعض اللعيبه اوفر تريننج، يعني الناس لعبت كتير وناس ما لعبتش، والتوازن ده ما كانش معمول. كان المفترض ان يبقى في توازن في عدد الدقائق، ده اللي هيعمله بقى مخطط الاحمال اللي مع الراجل اللي هيجي يكلمه، هيعمل الجي اس الاول وبعدين هيعرف وصلوا لايه، وبعدين يبدا يقول له ده ناقصه قد ايه وده ناقصه قد ايه وده ياخد قد ايه وده ياخد قد ايه. طيب كابتن بلال، ايه اللي هيحصل الشوط الثاني؟ ايه اللي المفروض يحصل الشوط الثاني؟ مش ايه اللي هيحصل الشوط اللي هيحصل، احنا مش عارفين الحقيقه. المفروض يحصل الشوط، لان اللي حصل الشوط الاول احنا ما كناش متوقعينه الحقيقه، او ما كناش نامله، مش متوقعينه. تمام. ليه؟ لان انت خلاص انت ابتديت بدايه مميزه جدا، سجلت هدف رائع جدا، ماسك الكوره بشكل كويس، فريق بتروجيت خايفه وقلقانه ومرعوبه ومتوتره وخايفه يخش فيها الجول الثاني، لما ابتديت انت يعني تأمن للنتيجه 1-0 واقدر اسجل في اي وقت، وضعت 3-4 فرص تانيين، فخلاص ابتديت تهدى. لما هديت رتم ادائك الفرقه الثانيه اكيد هيبقى ليها، اكيد هيبقى لها وجود يعني. فالشوط الثاني نامن ان الوضع يبقى افضل من كده، يبقى في رغبه اكتر من كده على الاقل. احنا مش بنقول نلعب افضل شيء، بس نسجل اهداف عشان نطمئن للفوز بالمباراه ونوصل للنهايه. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله بعد نهايه احداث المباراه. كمل كلامنا مع جمله كبار، ارجوكم انتظروا.